يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يداعب زوجته حين المحيض؟ لا مانع، الله جل وعلا يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني مخرج الحيض وهو الفرج، الفرج حرام عليه، وما عدا ذلك من جسمها فله أن يستمتع به. كان صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائض أن تتزر، يعني تلبس الإزار، ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع في الفرج. نعم.